مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. واخا انا نعطيك الكلمه الشريف باش تشرح لنا المشكل اللي واقع لكم اليوم في المدينه القديمه. كيف ما كتشوف السونتر ديال مدينه الدار البيضاء، الساكنه كيتشكاو من هذا المكان، هذا اللي هو الدرب ديالهم والحومه ديالهم كيف ما كتشوفوا. فاذا بهم كيلقاو بعض الافارقه اللي كيجيو باتوا اليوم هنا في الليل، وبعض المتشردين اللي كيبيعوا لهم الدوليو هنايا بالقراعي قدام الناس. فاليوم غادي يحكيوا لنا الساكنه. تفضل هنايا. واخا صافي صافي يا الشريفه. لا لا صافي، يلا تفضل اجي يا الشريفه، خليك معاه. واخا الشريف عاود لينا انت، خلي الميكرو حداك باش تسمع الصوت، وعاود لي باقيين والدينا ناس كبار، وهاد السيد هذا ملي كندوي مع هذوك الناس اللي هما افارقه كنقول لهم حيدوا لنا من هنا، كيقولوا لنا سيدي حنا الكارديان اللي جيبنا، وهما عندهم واحد السوق ديالهم هنا حتى السينما الريو. هو كيكري لهم هنا هاد الكارديان؟ كيكري لهم الفريال، يجيب البوطه، يجيب الشطب، يدير كل شيء. ودرتوا ديكلاراسيون عند رجال الامن؟ وهما عندهم السوق ديالهم هنا حتى السينما الريو. واش هذا سوق؟ داروا لنا بحال ضرب عمر هنايا، كيهزوا الكوليات ويجيبوا لهم طاط. حنا علاش؟ حنا ما عندناش ولادنا، ما عندناش عيالاتنا، ما عندناش عيالاتنا، راه محل تجاري هذا. بغاو كيجيو لهيه ويبركوا ثاني حدا الدار عندك. قال ها كيبركوا. ايوا شنو هذا الشيء هذا؟ اللي بغى يدير يقضي حاجته يجي يدور ليا هنا. اشنو هذه؟ ماشي سكنه هذه هنا؟ يحط ليا طوموبيلته هنا يضرك بها. كيطلع الطوموبيل ثاني، ممنوع الطوموبيل يطلع هنا. إذا كان هو السيد يشد بالحق، ياك هو عساس يشد بالحق. ها هو عساس يشد بالحق. واقول انت واش كطلع الطوموبيل تما؟ ماشي انت، واش الطوموبيل الصحراوي كطلع تما؟ ممنوع هنا تبقى الطوموبيل. ها الشانز. ودابا هذا قال لك بغينا نحرموا ليه رزقه. وبالنسبة اللي كيبيعوا الدوليو هنايا؟ راه هو وراك النيت جالس يشم في الدوليو، هذاك هو اللي كيبيع. ها هو السيد هو جاي يتحرك. كتبيع الدوليو هنا؟ كتبيع الدوليو هنا؟ اش كدير هنا؟ والو. ها كي يكون مع ولاد الشعب كيتسخر لولاد الشعب. صافي حيد 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 حيد. وانت يا اختي كتشوف هاد الحالة هادي؟ يعني مكرفسين هنايا. ماشي مكرفسين، واش حاجتك اجي تشميش هادشي هادي؟ واش حنا ساكنين ولا عندنا انا السوق ديال الدول الافريقية؟ باش ما تبانش حيد. صافي يا راه بقا ضحكت. سير تفضل كمل يا سيدي. هادشي اللي عطا الله. واش حنا بغاو يكونوا واش كيباتوا هنا؟ كيجيبوا حوايجهم يباتوا. كيجيبوا هنا الكاميو ديالهم قداش هو، كيجيبوا لهم باطي شارجيو السلعه، يديروا كراسه يبركوا هنا، يطيبوا الكاميله، الكارديان يجيب لهم البوطه، يجيب لهم الكيسان، يشطب راه بزاف هادشي. انتم عندكم وليدات هنا كيشوفوا؟ عندنا وليداتنا نخرجوا امي قداش هي بالعكاز بعدها. احنا عندنا دواسه في الكوميساريه مع هاد السيد. هو كيسكن حداكم؟ هو باش شوف دابا كيتعاير مع هاد المراه. اسمع اسمع، ماشي مشكل، غا قولها قول مش انت كتسمع. صافي هو راه رب، هو شاف كاميرا رب. صافي خليه 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 هذا يا رب. واخا قربنا احنا بغينا نعرفوا المعاناه ديالكم اكثر من هاد البلاصه اللي كيباتوا فيها الافارقه. اجي ندور هنا تشوفي ثاني هنا. واخا كمل لي وغنتبعوك بليزيمان. انت من الساكنه هنا؟ واخذ الميكرو اجي قول لنا شنو كتشوف هنايا. الله اختي اللي عايشين هنا بزاف، لا هما ضاربين علينا بزاف، ماشي غنقول لك شويه ولا هذا، بزاف ديال الناس ها مكوح عليهم هنايا. الله يعينهم اخوان الافارقه. ها الطوموبيل 207 هنايا باقي عمرو الزهر كلها، حشاك الطياب والكاميلا كلشي هنا. يعني كيباتوا لكم هنا كيطيبوا لكم؟ تفضل خذ الشريف في الميكرو. حيد ولدي الله يرضي عليك، الله يرضي على ولدي. صافي يا ولدي الله يرضي عليك. شوف انا ما كاينش اللي كيضرني كذا السيد هذا الكرديان، راه هو اللي ضرني. كيجي كيستلي كيجي كليان كيبغي يوقف عندنا باش ياخذ البياسه. سير صافي. السلام عليكم. انا هو ولاد المحل التجاري. هاد السيد هذا المشكل اللي عندي معاه
كيسد ليا هنا كيجي كليان كيبغي يوقف كيلقى دوزيام بوزول ما كيبغيش يوقف كيزيد لو كان وقف غادي يجينا بوليس غير خلاص 400 درهم خليت كنت مع السيد لا مشيت مع الكوميس اللي تقريبا حتى 3 مرات كتهز لي الطوموبيل منه وكنمشي انا وياه وكيتصنتوا ليا وكنجي بحالي ودابا ملي عرفنا على من البوليس ما خلاهمش يجيو ليه ما خلاهمش ونفس المشكل كيديروا ملي كيجيو البوليس وما كيسلم نفس المشكل كيدير ملي يجي في المناجي يحيد الجيلي ديالو يدخل في الدار عنده الرخصه ديال ها هي وريتها لك هذا هو لا ما عندوش رخصه ما عندوش رخصه ما عندوش ما حد يشارك كنخلص ضريبه كنخلص راسي نيسيس كنخلص مرابحه كنخلص كل شيء وهو كيجي بس هي جيلي وكيضل النار كل يوم كيف السيه وكيضل عادي السيه اللي في البحر هي النار فمو مشان راه فمو من تحت الحزام وزاد هو مراته تيجمع بينا مزيان وكيدخل بحال ويوقفوا طوبيه في المعجم احال توت في المعجم وراه فمو اللي بغا ومن كيشوف الناس يا جميل هادشي اللي كيدير هادشي خرني انا السيده والله تقرني راه مشيت مع الكوميسيريه النوب الاولى والنوب الثانيه والنوب الثالثه راه قرني انا السيده راه ما عرفتش اش كندير لكن باش كطالبوا اليوم من الناس المسؤوليه يسدوا لي انا قاعد المحل ما كيجبوش ومشينا بحال كاينين الناس في الناس في المحل يسدوه كاين السيده هنا كاين خمسه الناس خدامين في الشرطي على برا وكاين هنا اوكي الرخصه اللي كيقول هذا السيد طلب ديال عطيتي الشده صايده هذا هو الطالب اللي داير ولكن باقي ما عندوش 2017 عنده هذا هو ديما كيركز به البوليس هذاك شاشد انا عندي طلب هو هذا 2017 باش كطالبوا اليوم الناس المسؤولين باش هذا الشيء ما يبقاش عندكم في الحومه ديالكم اضطرينا بزاف هذا الشيء اللي كنطالبوا حنايا هذا هو المشكل اي 2017 عنده هذا كيجي كيقول البوليس راه عندي هو عندي واخا رسالة أخيرة شنو كطالبوا من الناس المسؤولين؟ نطالبوا يدخلوا الله يجازيهم بخير، يدوا لنا حل مع السيدة، أقهرنا. حنا غنسدوا هاد المحل كاع بحقه هو اللي لابس يجيب. لكن عنده هو الحق نسدوه ونجيو بحالنا. يتشردوا السد العائلة. هادشي اللي كنطالبوا، حنا طالبنا اللي ما تخدعوا ليها رزق ولا والو، ولكن حنا ما يضرناش حنضرنا هاد السيد. هادشي اللي كاين. شكرا لك سيدي. اذا مشاهدينا رساله واضحه من سكينات المدينه القديمه حيث انه هذا المكان كيتباع فيه الدوريو كيباتوا فيه الاخوان الافارقه فكنتمنى انه يكون الحل ان هذه البلاصه ماشي ديال البوطات ماشي ديال الطياب ماشي ديال انه الواحد يبيع فيها الدوليو كنتمنى ان الناس المسؤولين تكون وصلتهم رساله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام انتم مع المتابعه نتلاقاو ان شاء الله باذن الله في بث اخر الى اللقاء.